كيفاش المسيو يحب ياكل سلطة مي موزة وما عنديش المايونيز وما نديرهاش؟ حكمت حبة بيض، شوية زيت، الله الله، والملح، وشوية تاع الخل الأبيض ولا القارص، وديريها وعلى بركة الله. هذا هو المنيو تاعنا اليوم. بلا ما ننساو الحباب، شوفوا هذه هي المايونيز تاعي. هلا الملح، هلا بيزو. فوالا الحباب، بالنسبه للمايونيز تاعنا اليوم راح نديرها بطريقه غير. راح نستعمل 3 حبات تاع البيض ونصف صيصه كومبليه، وراح ندير نصف صيصه تاع الثوم، راح ندير واحد 200 مليلتر تاع الزيت النباتي، وراح ندير لها اليوم تاع خل تاع التفاح. فوالا 200 مليلتر. دوك نخلط. فوالا الحباب، هذه هي المايونيز تاعنا. شحال نفرح. فوالا الحباب، على فان زيت لها شويه تاع الخل تاع التفاح. استنى نقدروا نشوفوها كيفاش راهي دوك مع الاول. شوفوا ما شاء الله. ودوك الخلطه الاخيره. فوالا الحباب، هكذا المايونيز تاعنا جاهزة ما شاء الله. ما عندي ما نقولكم. ودوكا نحطها في الفريجيدار لو طون نوجد لا ماسيدوان تاعنا. بيزو.